السلام عليكم شباب، كي دايرين؟ كلشي غادي مزيان، اموركم طيبه. اليوم غادي نتسارو شي شويه هنايا في مراكش. الحمد لله من بعد ما وقع الزلزال رجعت الحياه لمراكش ورجعوا الناس لابيتود ديالهم. اللي ننصح الناس هو انه ما باقيتش يجبدوا هاد الهضره هادي مع مثلا مع لي كوليك ديالهم في الخدمه، حيت صافي هذاك الخير راه داز. صافي السلام عليكم، وهذاك الشيء رحمه من عند الله سبحانه وتعالى. يعني هذاك الزلزال خاصو يعتبر الواحد رحمه من عند الله سبحانه وتعالى. واخا مساكن هذوك الناس اللي ماتوا في الجبل، راهم خوتنا وكنعتبرهم عند الله سبحانه وتعالى شهداء، شهداء عند الله سبحانه وتعالى. والله يغفر لنا ولاهم، والله يجعل هاد الاكسبيريونس مغفرة دونهم ان شاء الله تعالى. كانوا هزات ارضية من بعد هادوك الارتدادات اللي كيسميوهم، مي ما كانوش الارتدادات مجهدين بزاف. كانوا قلال، يعني الواحد كي تيحس بهم راه فريمون راه غير الناس كيكثروا بزاف، حيت شوية وصافي ما كتحس بحتى شي حاجة كاع. كاين اللي تيقول لك لا راه حسيت، لا راه سمعت، لا كذا. دابا المشكله فين كاينه هو الناس كيتريشارجيو هذوك لابليكاسيون تاع الارث كويك ولا شي حاجه بحال هكا، فهمتيني؟ سكي في اون فوا يوصلوا هذيك لا نوتيفيكاسيون تيقول مع راسو والله ضرب الزلزال ولا كذا، حسيت. الو كيما كاين والو، بحال حنايا دابا مثلا في الخدمه كيكون شي واحد اللي نيت باغي يشد في خوتو تيدير تيحرك البيرو عيب رجليه فاش كيوصلوا هذيك النوتيفيكاسيون، تينوض واحد تيقول لك الله 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 الله، كاين الزلزال، لا سمعت، لا راه تحرك. شوف الحق يقال، ما كانش داك الشيء كثير بزاف اكثر ما هو نفسي. يعني الناس تردعوا من الاولى، من الهزه الاولانيه اللي كان كل شيء حاس بها، وراه تقريبا المغرب كامل ضربات فيه. ولكن داك الشيء اللي جاي من بعد كيطلع غير في لابليكاسيون، انا صراحه الله ما حسيت بحتى وحده من هذاك الشيء كامل، من غير هذيك ديال نهار الجمعه بالليل. اما داكشي اللي جاي من بعدو الحمد لله كنعس ترونكيل، ما كاين لا اشكال. الوليدات حتى هما مشيت ساريتهم شي شويه، مشينا لعبنا كره على برا في النهار السبت مازال بالصباح باش ينساو شي شويه، ورجعنا للدار بخير وعلى خير الحمد لله. الدار ما كان فيها لا انفاكت لا والو، وهادشي اللي كاين. اليوم ان شاء الله قررت باش نمشي نضرب دويره مي حدا محمد السادس، السبيطار محمد السادس، حيت بون المهم الله يتقبل العمل غادي نمشي نتبرع بالدم. وهادي صراحه ما بغيتش كاع نقولها، ولكن بغيت نبارطاجيها معكم انه راه ماشي الواحد خاص يكون في مراكش باش يتبرع بالدم، راه في اي بلاصه كنتي فيها تبرع بها في الدم، حيت هذيك الناس اللي مجريين هاد هاد التبرعات ديال الدم هادو، راه شبكه هما وقت ما كانوا في شي مدينه خاصه هم الدم ولا شي حاجه، راه كيمشيو كيتنقلوا تيديو معاهم هذاك الدم. والحاجه الوحيده اللي خاصكم تعرفوها كذلك هو انه راه هذا الدم هذا راه ما كيبقاش ديما، راه ما عرفت المده ديالو صراحه. قولوا لي في لي كومونتير واش نتوما زعما عندكم، الا عندكم المعلومه الصحيحه. ولكن كنعرف بلي انه هذا الدم ما تي تريزيرفاش بزاف، يعني عنده اي شويه واحد المده قليله، واحد 48 ساعه ولا ما عرفت 3 ايام من بعد ما تيبقى صالح. المهم هذه من المعلومات البسيطه ديالي وخاصكم تاكدوا منها. حاجه اخرى، الناس ديال مراكش ولا الناس ديال المغرب كامل الحمد لله كلشي مشى دار الصدقات، الله يتقبل العمل. مزيان هادشي اللي كنشوف، والله الا راه تيفرح. سواء الناس غير الناس اللي تعاطفوا ولا بالدعاء ولا بحال هكا، مثلا الناس في الفيديوهات كيدعوا مع الناس اخرين، كيدعوا مع الناس اللي ماتوا مساكن، وكتشوفوا هاد التبرعات اللي داروا كاملين، راه الحمد لله كترد الروح الحمد لله. نورمالمون بحال هاد الفاجعه بحال هكا اللي كتوقع كذا كتفرق بنادم كل واحد وفين كيمشي، ولكن الحمد لله حنايا الحمد لله ضامنا مع بعضياتنا كلشي. هادشي ولينا خوت كاملين، انا كنشوف غير الناس في مراكش، حيت انا ساكن نيت في مراكش هنايا، خرجوا كاملين
ديك الليله اللي خاصو الخبز كيعطيه الاخر اللي فريمون كلشي متحد كلشي كلشي زعما كلشي متحد صراحه الله. والحمد لله على كل حال الحمد لله على بلادنا والحمد لله على النظام اللي فيها. راه صراحه الله لا ما زرتش البلدان الاخرين باش نعرف، مي كما تيقولوا الناس كاملين من عائلاتنا اللي كيجيو من على برا ولا الناس اللي كنعرفوهم خارجين على برا تيقولوا بلي كاين فرق كبير ونيفو ديال المغرب. كنعرفوني صحابنا حنايا اللي مشى خواو برا ورجعوا للمغرب باش يخدموا فيه. ايوا هادشي اللي كاين. بالنسبه للبنايات ولا من هذاك الحديث اللي وقع بزاف بالنسبه للبنايات، كاين مناطق اللي في مراكش داخل المدينه سورتو في المدينه القديمه اللي تضرروا نيت بزاف، مي زعما لي كارتي جداد بحال مثلا الازدهار بحال الفاضل بحال حميد ما وقعش فيه زعما سورتو في البني الجديد ما وقعش فيه شي مشكل كبير. ايوا نتمنى انه ما نكونش طولت عليكم في هذا الفيديو، غير بغيت نعاود نجدد شي شويه حيت شحال هذه ما حضرتش شي فيديو، ونتمنى انه يكون ما يكونش هذا اخر فيديو ولا شحال. نبقاو نلحو ودعمونا حتى نتوما باللايك الا بغيتوا الا بان لكم بلي انه فيديو راه مزيان، سينو ما كاينش اشكال كومونتير جاوبونا على هاد لي زانفورماسيون المعلومات اللي عطيتكم، الا كانت شي حاجه دو بلوس ولا كانت شي حاجه غلطه صحوها لنا. سيادنا اللهم يسير، شكرا جزيلا، الله يعاونكم ونهاركم مبروك.